سراج وعماد طالبان مقبلان على التخرج من جامعة حما الأخضر بالوادي، واقع فرض عليهما رفع التحدي ومواصلة الدراسة عن بعد عبر وسائط التواصل المتاحة. إنه حاولنا نسهل المهمة فيما بيننا، وحاولنا إنه نتواصل مع المؤطر، وطبعاً ذلك من خلال الشبكات المتاحة ومن خلال البريد الإلكتروني والمواقع التواصل الاجتماعي. هذه كامل سهلت علينا عملية التواصل وخففت علينا الضغوطات وسهلت لنا عملية إنجاز المذكرة. الإنترنت والتدفق المستمر للإنترنت والجيد، كان هناك تواصل جيد مع الطلبة في مناقشة هذه المذكرة، وكذلك تواصلنا مع الأستاذ بواسطة البريد الإلكتروني الذي وضعته الإدارة الجامعية. جائحة كورونا التي فرضت إيجاد حلول للانتهاء من مذكرات التخرج، ما جعل سراج وعماد يكدون في البحث عن المعلومات مع استشارة المشرفين على مذكرة التخرج، خاصة مع الالتزام بالحجر المنزلي والتطبيق الصارم للبروتوكول الصحي بالجامعات. الطالب حاولنا قدر المستطاع أن نقربوا له المسافة في التواصل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن طريق البريد الإلكتروني، عن طريق الهاتف. المهم أن الطالب يكمل عمله ومذكرته. شهد قطاع الاتصالات في ولاية الواد على غرار باقي ولايات الوطن عدة إنجازات، أبرزها 216 غرفة أمصان في مسة كل قرى ومداشر ولاية الواد، أيضا تركيب 40 هوائي خاص بالجيل الرابع مس كل بلديات دون استثناء. وضع فرضه الواقع زاده انعدام النقل الجامعي طيلة الأشهر الفارطة في بلديات معزولة ونائية، ألزم الطلبة على البقاء دون التنقل، هي الحاجة التي فرضت التواصل عن بعد عبر النت في ظل الجائحة من أجل شق طريق النجاح.